السلام عليكم ورحمة الله، أنا ابن مدينة الفنيدق خلوق وترافي، كنطالب من هاد المسؤولين هادو ينزلوا للشارع ويلبيوا المطالب ديال الناس. راه الناس كتطلب واحد المطالب بسيطة جدا، الناس كتطالب باش تخدم، الناس هادشي اللي باش كتطالب، كتطالب باش تجيب لقمة العيش. راه السكان مدينة الفنيدق ما عندهم ما ياكلوا، ساكنة مدينة الفنيدق تساغيت، كنطالبوا من هاد المسؤولين هادو يشوفوا لنا شي حل. راه الشباب كاملة كتضيع، الشباب كاملة كتموت في البحر، واش بغيتونا حتى حنا نمشيو نموتوا؟ حنا سيدي ما خصناش القفة، حنا خصنا نخدموا ونجيبوها لراسنا، كما يقول المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. وهاد النساء هادو اللي كتزموهم وكتوهموهم خدموا الرجال ديالهم وولادهم، وكنعاود نزيد نطلب شوفوا من حق هاد الناس هادو. الله يجازيكم بخير. من هذا المنبر هذا يهودوا عنا، يتواصلوا معنا بلي ان هذا الشعب هذا راه مقهور، ما هودنا هذا الميدان هذا بلي انه مقهور، ما يوهموناش بشي سياسه اخرى باش يجيو يديو النساء يخدموهم. حنا هنا كنطالبوا بلي ان الشباب كامل يخدم، حتى النساء حتى هما يخدموا، من حقهم يخدموا، ولكن الشباب والرجال راه ما بقاو ساويين حتى قيمه. هاد الناس هادو بغاو النساء يسواو ورجال ما يسواو حتى شي حاجة، حنا بغينا الشباب الأول باش يخدم، وكنطالبوا من رئيس المجلس البلدي أنه يهود ويتحاور مع هاد الساكنة هادي. راه اللهم هذا منكر، راه وصلت للعظم، وصلت للعظم، وصلت للعظم. راه هاد الشيء هذا ما كيتقبلوا لا الله لا العبد. راه حنايا حتى شي حاجة ما كاينة في النبيرة، بالعربية النبيرة خاوية، نبيرة خاوية، وكنطالبوا من هاد المسؤولين يشوفوا من حال هاد الشباب هذا. السلام عليكم، انا ولد من مدينة الفنيدق، بغينا المدينة ديالنا تكون احسن، احسن مدينة اللي كانت اصلا، احسن مدينة. ما بغيناش القفة، بغينا التغيير. القفة 30 فرنك ما دوزنا والو، القفة في سيمانة، مع ديك القفة كانت تخبو 30 فرنك كانت تخبوها في سيمانة غير في السوق الاسبوعي، بغينا التغيير. السلام عليكم، اليوم جيت نوجه الرساله للمسؤولين، شوفوا من حال هاد المدينه، الدراري الفنيدق كاملين ضايعين، شي كهاجر شي كيموت في البحر، يعني بغينا نشوفوا يعني شي حل، يعني تشوفوا لنا شي حل يعني لهاد المدينه داهي. هاد المدينه راه ضاعت بزاف، كتشوفوا هاد الشباب كاملين يعني اللي خارجين يعني كيهضروا لحقهم، يعني باش يعملوا لهم البادل، ما بقاوش يعني ما بقاوش في هذه الحاله هذايا، الدراري ضايعه كامله، يعني شوفوا يفتحوا لهم الديوان ولا يعملوا لهم يعني شي معامل ولا يعملوا لهم شي حل، ما يبقاوش هيدا. حنايا في هذه التوالي وحنايا في المظاهرات ما بغيناش بديل، بديل هو اللي الرجال يخدموا النساء يخدموا. هاد الايام هذه ملي كانت ملي كاين الخدمه مشينا دفعنا، كندفع قال لك لا، الناس اللي كانوا خدامين في الديوانه، حنا ما كناش خدامين في الديوانه صراحه. الله كان الاب ديالنا خدام في الديوانه، كان خدام خاي، حنا جالسين حيت حنا اصلا الشمال الاغلبيه ما كانش خدام، كاين اللي خدام في الديار. دابا حنايا بغينا شي حل، مشينا قال لك لا، اللي كانوا خدامين في التوني، الناس اللي كانوا خدامين في التوني شكون هما؟ الناس ما نعموش حنا، ما نقولوش حنا عنصريين، الناس اللي كانوا يعني ماشي الناس د البلاد. دابا حنايا هنايا بالجوع، هادي عام حنايا ما واكلين ما شاربين، وفي الاخر شنو عاد تمشي تبر توني، عاد تبر فيله مع عباد الله باش تبر واحد القوفه، شنو فيها؟ ديك 65 درهم الزيت اللي زادوا لنا والطحين وشنو، شحال ناكلوا فيها؟ انا كل يومين ثلاث ايام صاحب الصاد ماشي سكر. حنايا صراحه خصنا بديل، ما قلنا لهمش يجيبوا لنا حتى شي حاجه، خصنا يجيبوا لنا الخدمه اللي غنعرق بها، يعرق بها با خاي. الناس الشباب كاستي اخو كاملين خصنا بديل هي الخدمه ديالهم يعني. وكاين الشباب كيضيعوا في البحر، كاين واحد الشاب ولد الشرطي يعني، وعدد كبير اربعه الشباب ام خمسه اللي ماتوا في البحر لحد الان باقي مفقود ما بانوش. لهذا كنطالب بالحكومه سعد الدين العثماني يجي للفنيدق ويتحاور مع المجتمع المدني ويشوف واحد الحل بديل. راه الناس راه ماشي انهم خرجوا الشارع، ولكن راهم وصلت بهم واحد المستوى، عندهم الماء والضوء، عندهم الكره. لهذا يجب على الحكومه عثماني يستقل، ما قالش هذا الشعب هذا استقل. بالله عليك يحكمك طبيب نفساني هضر الحماق هذا رأ... لا انا كنتكلم ما تقاطعهاش. لهذا هذا خصني نتكلم عليه، انه خصو يجي عند المجتمع لهنايا ويتحاور معاهم ويجد واحد الحلول. السلام عليكم، حنايا ولاد الفنيدق، حنايا الناس كيموتوا بالجوع، راهم ما حسوش بينا. الناس الشباب كيموتوا، الاحلام ديالهم مشى حتى البحر. حشومه عليكم شاد الشيء، عدلوا لنا
الكوماندا ديالكم مضمونه في الشهر وما حاسينش بالشعب اللي كيموت، ما حاسينش به. علاش هاد الشباب كيكونوا شماكريه؟ راهم بغاو يكونوا شماكريه، راه ما عندهمش العمل في بلادهم، بلادهم ما عندهمش فيها العمل، ما عندهمش فيها. راه حنايا عيينا عيينا كنشوفوا ولاد البلاد ديالنا كيموتوا، تعنا كيعزوا فينا. حس عبدك الام هاولا الزوجه هاولا الابناء اللي كيقول لها الراجل ديالها والابن ديالها انا غنوفر لكم واحد الحياه، كيمشي ما كيرجعش. واش هاد الشيء باقي صغير كيحقق كيتمنى الاحلام ديالو؟ ولد عنده 5 دبلومات مشى يحرق باش يخدم ويعين الوالدين ديالو. حنا ما عرفناش واش ديك الوالدين ياك عندهم باش خرجوا له ديك 5 دبلومات، ياك دابا مشى حرق ما بانش. حشوم عليكم راه العواول كيموتوا، ولاد بلادي الاحلام ديالهم مدفونه تحت البحر. حشوم عليكم حشوم عليكم، راه الناس ماشي مسالين باش يجوا يعملوا هاد الاحتجاجات هادو. وعلاش جاو يعملوا هاد الاحتجاجات هادو؟ ما وصلت فيهم للعظام، بغاو بديل معبر سبتة او لا يحلوا لهم باب سبتة باش يخدموا بديل، يديروا نعيم الخدمه واخا بديل او واخا ما يحلوا لهم شي سبتة. راه سبتة فزتك بزاف ديال العيال الصغار كيقول لك انا علاش عنقرا، انا عمشي ياك مضمونه ديالي عمشي 50 الف فرنك. تا حنا ما بغيناش عاوني السبتة، بغينا عير بديل معامل بحال طنجه.